السلام عليك. مرحبا، طويل العمر. هدى؟ نعم، هدى بنتك. هدى الله يسلمك ويسرك الحال. اول شيء مبروك على الشهر. الله يبارك فيك، بالبركه عليك، ما تبقى من رمضان. وينعاد عليك بعزك وامان بلادك وصحتك يا بنتي، فرحكم ان شاء الله. امين. بوجودك يا طويل العمر، بوجودك. وثاني انا متاسف على التاخير. افا عليك، بلا اعتذار طويل العمر، اترياك العمر كله. الله يعزك. الله يسلمك. ابوي الغالي والله العظيم، وتاج راسي يا طويل العمر. الله يطول. شوفتك والله سعاده. عنك وعن الاهل؟ الحمد لله كلهم بخير ونعمه. بخير ونعمه الحمد لله. عندي سياره باكر تصلحينها لي. فالك طيب، فالك طيب. الله يبارك فيك. انا والله اني فرحت لما سمعت عنك. الله يبارك فيك. ورحت وقلت لهم جمعوا المعلومات عن ابنك. الله يبارك فيك، تسلم يا سيدي. يوم جمعوا المعلومات. نعم. فرحت. والله يا بنتي رايتش بيضاء. وانا متصل لان هذا الخبر اللي سمعته عنك وهذا المجهود اللي تبذلينه. شوفي بنتي بقول لك شيء، الدنيا تراها كلها من بدا الكون. نعم. الناس تتبع القدوة. صح. نحن نفتخر بهذه النوعية من عيالنا. جد والله نفتخر. فنحن بنشجعكم ونقول لكم ترى نحن ندعمكم ونحن وياكم، وإذا تبون أي شيء نقدر نسويه لكم ترى نحن حاضرين، لأن أمثالكم قدوة للآخر. جعلك سالم. جعلك سالم، شوفتك والله. شوفتك. جعلك سعادة إن شاء الله، ما تفارق من حياك. الله يعزك. انت القيادة، القيادة علمتنا ان احنا ما نخسر، نحن يا نربح يا نتعلم. والله يا طويل. كم صار لك بنتي تشتغلين؟ اشتغل في الدوام الحكومي ولا في وظيفتي ولا في هال الوظيفة اللي عندك هواية فيها؟ هذه شغفي من تقريبا 16 سنة عندي في هالهواية، او اكثر عن 16 سنة. بديت فيها من العام 2020 بالضبط. ما شاء الله. نعم. الله يبارك فيك. الفرصة متاحة للإماراتيات. كان التليفون هذا ما يكفيني منك، أنا لازم أزورك. أنا أبغى أشوفك. في مكانك. نعم. وأسلم على أهلك. على راسي. ونفرح بشوفكم. على راسي. الله يحفظكم ويسترها. تاج راسي يا أبوي، تاج راسي يا أبوي. الله يعزك ويسلمك. موفق الرحمن يا أبوي. آمين آمين. تحياتي تحياتي. تسلم تسلم. مرحبا 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 مليون.